غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات. ولدى وصول سيادته دولة الإمارات العربية المتحدة كان في استقبال السيد الرئيس سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وكبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية بدولة الإمارات.